أعلم حبك وعشقك للتاريخ، ولكن نود فقط أن نسقط على الواقع. ودائما عندما يذكر مثلا مجلس التعاون على سبيل المثال، مجلس تعاون منظمة قامت لبعض التقارب بين دول المنطقة، التاريخ وبعض العادات وبعض التقاليد وبعد كذا. لكن في المقابل عندما طرحت فكرة الاتحاد رفضت هذه الفكرة عمانيا، لم ترفض عمانيا من حيث يعني من الجانب السياسي، حتى من الجانب الثقافي، الجانب العادات، ممكن أن نقول رفضت فكرة الاتحاد. لما ولك طبعا مداخلات كثيرة في رفضك لمسألة الاتحاد. لماذا سعادة الدكتور هذا الرفض؟ جميل. أنا هذا سُئلت عدة مرات في الكلية عندما أدرس في كلية العلوم الشرعية وفي جامعة السلطان قابوس، يعني تكرر هذا السؤال. عموما هذا لا ينافي دعوة عمان للوحدة وللاجتماع، لأن عمان من أوائل المبادرين إلى الدعوة لأن يكون هناك كيان لدول الخليج يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فهي لم تنضم إليه لاحقا، وإنما كانت من المؤسسين له والداعمين إياه. هذا واحد. النقطة الثانية، لو لاحظنا عمان من أسرع الدول ومن أسبقها تطبيقا لما يتفق عليه المجلس الأعلى لحكام دول المجلس. دول تتلكأ، تتأخر، تتنصل، وعمان فعلا تنفذ. وقد أخبرت أن السلطان قابوس يقول: إذا لم تعتزموا التنفيذ فلما توقعون؟ لذلك كان عندما يوقع يسعى إلى التنفيذ، بينما دول أخرى تتلكأ وتتنصل ولا تطبق. طبعا الآن لن أذكر الأمثلة على ذلك عن عمد، هذا جانب. الآن شوف يا أخي مروان، الاتحاد الخليجي، كل الأحداث يا مروان حتى بعد مقاطعة قطر إلى 2017 كلها دلت على أن السلطنة لها بعد نظر كبير عميقة في سياستها. شوف، الاتحاد الخليجي فجأة طرح، أنت طرح لك فجأة تقرير مصير، ترى هذا ربما يمتد بعد ذلك من يكون وزير خارجية، من يكون ناطق رسمي، إذا كان الأمين العام أحيانا يختلف من يكون. لاحظ عمان ولا مرة استوى منها أمين عام مجلس التعاون. لماذا؟ لأنها ما تريد تشتت. هذه الدولة تريد هي، والدولة تريد هي. عمان تقول ما مشكلة، فليكن من دكتور، دولة. هناك من يقول دكتور، يعني وأنا لا أتحدث باسمي هنا، إنما هذا رأي البعض، يقول بأن عمان تهرب أحيانا من مسؤولياتها، لم تتولى، وهذا ليس كلامي، لم تتولى رئاسة أمين عام المجلس التعاون، هذا واحد. عمان لديها أمن قومي في اليمن ولم تتدخل، ولم يكن لها يعني تدخل، رغم أن أمنها القومي لا يقتصر إلى حدودها، وإنما إلى الداخل المجاور، بينما الآخر يتدخل إلى قعر عمان. هذا هو جميل. الحاصل يا دكتور. أجاوبك. نعم. وعمان في تاريخها كانت مبادرة دائما إلى النصرة، في البصرة كانت ترسل الأسطول، وفي سقطرى كانت ترسل كذلك لنصرة المستضعفين. الآن هناك من يقرأ ويقول لا، الآن عمان تخلت عن دورها الحقيقي والريادي وعن تاريخها، وأصبحت الآن منعزلة، فكيف يرد عليه سعادة الدكتور؟ زين، طيب بس اعطيني فرصة لأكمل. زين، طيب الاتحاد الخليجي، شوف الاتحاد الخليجي يا مروان يعني طرح بشكل مفاجئ.
يعني أنا أعرف العملة لما طرحت العملة عمان أيضا تحفظت، ما تهرب من مسؤولياتها، لكن أنا أؤكد لك بعد النظرة السياسية لعمان. أول شيء إذا اتفق على العملة الموحدة سيختلفون أين يكون البنك المركزي، ولا تنسى وقع صراع مرير وغمز ولمز إعلامي بين عاصمتين خليجيتين كل منهما تريد أن يكون البنك المركزي عندها. إذن كانت عمان من قبل تنظر إلى أنهم سيختلفون أين يكون البنك المركزي. طيب حتى من صورة من أتخلى صورة أي رئيس أي ملك أي سلطان أي صاحب سمو؟ السلطان قابوس من أول ما مولع بالظهور الإعلامي، لذلك قليل تصريحاته ولا يظهر على وسائل الإعلام العالمي. يعني ما مشكلة، ما أتصور أنه يدخل يقول صورتي أنا أريدها في العملة. سيختلفون مباشرة صورة أي الملك أي الرئيس سيكون من بعد اختلافهم أين سيكون مقر البنك المركزي. هنا عمان، شوف عمان ما عرقلت ساعتي إلى الوحدة، لأن عمان صرحت لخارجي أنها لن تعارض تكوين دول وحدة وعملة واحدة، لكنها بالنسبة لها لن تنضم إليها. كان ممكن تقول أستخدم ما يسمى بحق النقد، لأن القرار في المجلس جماعي، فأنا أرفض أن تنشئ عملة، لكنها قالت لا، تريد تسير عملة سير، اعملوا عملة لكني لن أكون عضو. أثبت الزمان، أثبت صواب النظر العمانية، فلم يتفقوا على العملة مع أن السلطنة قالت لن تعارض إذا صرتم إلى عملة. جينا الاتحاد، الاتحاد أنا كانت بيني وبين محمد سعيد المسفر قبل أن يقع على قطر ما وقع، هنا على هامش معرض الكتاب، كان هو يدافع عن الاتحاد، عن فكرة الاتحاد، وأنا كنت أقول لا، حتى ثبت له من بعد 2013 عندما المرة الأولى سحبت السفراء من قطر وأبقت عمان على سفيرها في قطر، ثم في 2017 أظن قطعت العلاقات فيما بعد وأبقت عمان على علاقاتها مع قطر، فتبين لدعاة الوحدة من قطر أن عمان كانت أبعد نظرا. أولا الاتحاد كيف ما يمكن لاختلاف الدول في المساحة. أنا أعرفك يا مروان، أنت محاور جيد، ستقول لي الغرب 28، ليتوانيا ولاتفيا وغيرهم، ما تاريخ مقابل فرنسا مقابل ألمانيا مقابل بريطانيا قبل أن تنسحب؟ أقول لك يختلف المقارنة، الإرادة مختلفة، الإرادة. والشيء الثاني، شوف يا مروان، إذا اختلفت ميركل مع الرئيس الفرنسي لن يتضرر الشعب، ولن تغلق الحدود، ولن يرمى بجوازك في الأرض. يتصارع الرئيس الفرنسي مع المستشارة الألمانية مع غيرهم مع الإيطالي، لكنك أنت لا تشعر بالصراع تدخل من هذه. أنت لو وقع خلاف فيما بعد والله لتغلقن الحدود ولا ينال الشخص العذاب الأليم. إذا اختلف زعيمين من الزعماء في دول الخليج، عمان واخر تفعل ذلك. ها؟ أي نعم، تفعل ذلك يعني. عمان واقعية. هذا مثال عندك. المثال الثاني يا أخي، التفاوت في المساحة. نعم، يعني بعض الدول ما شاء الله، وبعض الدول يعني لا نقيسها بالغرب. النقطة الثانية من حيث الأقدمية والأسبقية، حقيقة مهم أن تلاحظ عمان يعني حقيقة مولودة ولادة طبيعية، لم تولد بقوة عظمى، ولم تفصل عن جسد، ولم تفصل عن أم. عمان نحن، أنا قلت في حديثي من قبل، عمان واليمن قديمة، تلك حضارة سبأ، وهذه عمان مجان مزون أيام سومر، أيام أكاد، أيام الفينيقيين، صور العمانية، صور اللبنانية، كل هذا ما يعني لابد هذه الأصالة نراعيها. هي تعتبر عمان أصل وأصالة، هذا لابد نلاحظه. قول لي لماذا بريطانيا حتى انسحبت؟
صح، لأن الدول الأوروبية أدخلت فيها كفلة دولة كذا ودولة كذا، وبريطانيا متضايقة، بريطانيا أيضا فقدت نوع من الاستقلال فانسحبت، لكنها أيضا تنظر إلى أصالتها، تنظر إلى أنها سابقة، هي الدولة التي لا تغيب عنها الشمس، هي الدولة التي لا تطلع عليها الشمس دائما ليل نهار، طبعا عندما كانت إمبراطورية، لكنها بقيت تحن إلى أصالتها، طبعا إلى أسباب أخرى. إذا هذا من الأسباب. شيء ثاني يا مروان، نحن نعيش في مجتمع واحد، فيه هويات ثقافات مختلفة، لكن لا نشهد صراعا. لو كنا وكان اتحاد، ألا يحق بعد الاتحاد أن يأتيك فيسكن معك من أي مكان شخص؟ قد يأتيك مليون مليونين، ألا يخلخل ثقافتك؟ ألا يطيح بهويتك؟ الآن نحن نصلي في أي مكان، صلي في جامع السلطان قابوس الأكبر أو في المقابل له الذي هو على ذات ربه جامع الأمين، وصلي في مسجد الشنفري، وصلي في مسجد الزواوي، وصلي في جامع السلطان سعيد بن تيمور، وصلي في جامع الإمام عزام بن قيس البوسعيدي، أو جامع الإمام الخليلي، أو جامع الإمام سالم بن راشد في المعبيلة، وصلي على أي هيئة كنت. لكن أنا أقول لك، لو انضممنا إلى الاتحاد لما عشنا هذا النعيم من التواد والتراحم والتراص دون أن نكره أحدا على شيء. أيضا نحن لا ينبع من عندنا التكفير، وأنت تعلم تنطلق أصوات تكفير من كافة الجهات. طيب لو انضممنا إلى الاتحاد، فقدنا هذه الخصوصية. كذلك هنا قلت لك، نحن نعم معا، لكن لنا أيضا هويتنا، لنا شخصيتنا، لنا سماتنا التي تميزنا عن الآخرين. إذن ما منعزلة